حتى يتم قص القوات على الأرض بطريق الخطأ. كنت معنا من هاتاي. السلام عليكم أيها الشعب السوري. يبدو أن أمريكا وسوريا قصفها على مواقع المعارضة السورية في محيط مطار أبو الظهور في ريف إدلب، كما شنت غارات على مدينة جسر الشغور في ريف المحافظة. سأعلق خلال دقيقة إن شاء الله. المصدر السوري أن الغارات استهدفت بلدة سراقب ومناطق قريبة في جبل مر الاشتباكات في داعش على مواقع التقدم جنوب العاصمة، فيما تواصل قوات النظام السوري قصفها الصاروخي على مدينة عربين في غوطة دمشق الشرقية وسط اشتباكات قرب أطراف البلدة مع مسلحي الفصائل. السلام عليكم أيها الشعب السوري. يبدو أن سوف يسمح لتركيا بأن تدخل إلى سوريا لعمق 30 كيلومتر وتنشئ منطقة عازلة، 30 كيلومتر منطقة عازلة في شمال سوريا. فيبدو روسيا سمحت لأردوغان وجيشه أن يقيموا منطقة عازلة، ويبدو أن يعني سوف تعيد تركيا اللاجئين السوريين في تركيا إلى تلك المنطقة 30 كيلومتر مربع، أو سيتم تهجير ناس من إدلب إلى تلك المنطقة أو من الساحل المشمس الجميل. فيبدو هناك اتفاقية بين أمريكا وروسيا إلى أن يضعوا في المنطقة العازلة في شمال سوريا في العمق 30 كيلومتر عدد من اللاجئين السوريين الذين الآن سوف يهجروا إما من إدلب أو من غوطة دمشق أو من الساحل المشمس الجميل أو من حلب أو من حماة. فيعني هذه عملية عفرين ليس فقط الفيلم الحقيقي منها هو أنه الأكراد وكذا وإلى غير ذلك، ولكن هو إنشاء منطقة عازلة بعمق 30 كيلومتر لوضع فيها اللاجئين السوريين، ولا ندري بالتحقيق من أي منطقة. قد يقوم من إدلب بعد ضرب مطار الظهور وتهجير القرى، أهالي القرى من إدلب أو من حتى مدينة إدلب لا ندري، لكي لا يدخلوا إلى داخل تركيا. ولأنه إذا ضربت إدلب محافظة إدلب وضربت حلب محافظة حلب يعني وحماة وخرج من 2 مليون سوري منها، فسوف يدخلون إلى تركيا وتركيا سوف تدخلهم إلى أوروبا. فيبدو اتفقوا بأن لكي لا يدخل السوريين إلى أوروبا ولا يدخل إلى تركيا فسوف يضعونهم في 30 كيلومتر في شمال سوريا. فهذه المنطقة العازلة 30 كيلومتر على حدود السورية الأراضي السورية سوف تكون تحت إشراف الأتراك وسوف يوضع فيها عدد كبير من اللاجئين السوريين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.